السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا التعليمية. إن شاء الله النهاردة هنتعلم رسمة البطة وتلوينها مع ماما عن طريق توصيل الأرقام ببعضها، وبكده يبقى راجعنا الأرقام. يلا نشوف مع بعض إزاي. محتاجين ألوان وقلم رصاص عشان نوصل بيه الأرقام ببعضها. أول حاجة هنوصل الواحد، بعد الواحد الاثنين، وبعد الاثنين التلاتة، وبعد التلاتة الأربعة، وبعد الأربعة الخمسة، وبعد الخمسة الستة، وبعد الستة السبعة، وبعد السبعة الثمانية، وبعد الثمانية التسعة، وبعد التسعة العشرة. يلا نقولهم مع بعض، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. برافو. نتعلم بقى تلوينها ازاي، ان احنا نلونها من جوه ونحاول ما نطلعش بره الخط، ونلون منقارها برتقالي، وبعدين هي نلونها اصفر، ممكن نسيبها بيضة عادي حسب رغبتكم. برافو عليك. ونلون المية بتاعتها زرقاء. جميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.